تزخره يلا بس خليه يشوف النجم تعالوا مين شوفير السيارة؟ شوفير ورامي مين شوفير؟ أنا نفس طلع سيارتك أنت؟ طلع مبروك أنت مين رامي؟ أنا طلع لي على الرامي تبعك تمام طلع لي فوق وهي خمسة وين السادس؟ ستة وين أعطوني واحد سادس خالد خالد عمي يلا عبي الطالب لا بعطيك إياها ما تاخذ هاي جنبك فوق الجبل أول بيت بوت التنسيق مع الجيش التركي عن طريق المترجمين في قبضات بيننا وبين المترجمين نتواصل معهم على القبضات نعطيهم مثلا أهداف مكان الدواعش نعطيهم إحداثيات هنا بيتم القصف برجمات صواريخ مدفعية دبابات بعد التقدم على الصوامع دوار هدف صارت المواجهة بيننا وبين قوات النظام يعني ما في 3 كيلو أقل من 3 كيلو ومن عدة أيام اشتبكنا مع قوات النظام قتلنا الحمد لله العشرات منهم مما أدى إلى انسحابه للخلف واغتنمنا BMP وأعطبنا دبابة خوي نحن ما بنشتغل هيك على الفاضي والله وقد شعرنا هناك صعوبات بالنسبة لاجتياز هذه الحواجز التي هي عبارة عن السيارات المفخخة والألغام وبفضل التدريب أخوتنا المجاهدين استطعنا تجاوز هذه المفخخات والألغام